السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم رئيس جمعية التضامن للتجار المهنية منطقة الحفاري مير السلطان. واحد الساكنة، أنا راه ساكن في حي بوجدور، هاد الكارثة اللي كنشوفوا كارثة بيئية بكل المقاييس. راه ماشي كاين هاد البقعة، راه كاين بقع بزاف عامرين بهاد التراب، والزبل راه الزبل حديت ولا حرج. الواد الحار راه في راس ليديك وفي راس الجماعة، راه الناس عارفين هاد الشيء اللي كنهضروا عليه. الإنارة العمومية راه ما كايناش. حنا كنتسائلوا هاد الناس هادو ديال الجماعه واش كيديروا الربان كحلين؟ ما كيبانش لهم هاد الشيء هذا، ولا كيحيدوهم غير ملي كيبغيو يدوزوا الصفقات يبان لهم الزيروات. هاد الشيء راه بزاف. كنطلبوا من السيد الباشا يتدخل ويرد هاد الناس هادو، يرد لهم الاعتبار لهاد الساكنه هادو. راه حشومه وعيب نبقاو نشوفوا هاد الازبال وهاد التراكمات وهاد الشيء هذا. راه السيد الباشا اللي كان مشى راه تدخل معنا في واحد الشان اللي هو ديال الواد الحار، راه مشى فيه، مشينا فيه بعيد، ولكن راه الطبلوكه راه وقف. اما هاد الازبال قلنا تنكملوا الواد الحار عاد ندخلوا مع السيد الباشا، ساعه راها جات شونجمون وتغير. اما راه كان غيمشي معنا في هاد الازبال، كنا ما بغيناش نحطوا ليه كلشي في خطره. حطينا ليه الواد الحار، راه خدم معنا فيه بزاف، دار فيه الاساليه وتبع معنا وداك الشيء، ولكن راه وقف دابا، راه حاليا راه وقف. هذا المشكل ديال الواد الحار اللي كنهضروا عليه، ديال المعموره مع الزنقه 30 وازقه اخرى. الله يجازيكم بخير. الا عندكم شي حس وطني ولا عندكم شي انسانيه في قلبكم، التفتوا لهذه الساكنه هذه وحيدوا عنا هذه الازبال هذه. راه الازقه كامله عامره ازبال، وراه لا واد الحار، راه ما بغيناكمش تزفتوا لنا والقواد مهلوكين. حاولوا تصلحوا، جيو تشوفوا جيو طلوا. إلا كنقولوا هذا الشيء كذب جيو كذبونا حنا، ردوا علينا إلا عندكم شي جرأة. راه كنطلبها من الرئيس إلى المستشار الآخر، جميع الأعضاء معارضة كلكم، لا اللي فيكم راه يجي يطل هنايا. أنا راه كنهضر على كل شيء، لا معارضة لا الأغلبية لا اللي كان يجي يطلع على هذا الشيء. راه الموظفين كيبذلوا واحد المجهود، ولكن راه داك الشيء دقاصيرة، وراه أنتم اللي في يدكم القرار تاخذوه. حاولوا تشوفوا الالتفات لهذا حي بوجدور. الله يجزيكم بخير وشكرا جزيلا. نهار الفولي طريق، رئيس جمعيه كارتي على التلبيه الشبعيه محافظه على البيئه. المشكله خويا راه تنعانيو به بزاف، المشاكل ديال هذه الازبال والمشاكل ديال القواس والمشاكل ديال الزفت والمشاكل. دابا المشكل اللي هو حاليا دابا اللي كاين في حي بوجدور هو البق منتصر على الناس الديور ديالهم. الا كل نهار تيجيو تحملوا واحد الكميه ديال الحوايج للناس تلوحهم وتهزهم هذه الشركه ديال الازبال. عندي ثلاثه ديال الوليدات، ولاست لها السيد رئيس مقاطعه مر السلطه السيد محمد تويمي بن الجلول، ولاقش لها معاه وريح لها ولاقش لها الموضوع، وعاوتاني اتصل لها بمكالمه هاتفيه وقال لها هذا المشكل غادي يتحل، اعطيني واحد المده ديال 4 ايام ولا 5 ايام غادي يتحل، ولا لي حتى واحد اللي ما استجب لي. لا كل خطره نعيطوا نتصلوا، ملي بقينا نتصلوا به هو اللي يقول لي لا علاش كثرتي عليا في التليفونات. وتلاقينا معاه بزاف في المدينه وهضرنا معاه وقال لك قولها لي وتيقول لك كثرتي عليا في التليفونات. الا واحد اللي هو في المجلس مقاطعه مر السلطان إلا, الا 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 حسن الصويب هو اللي تيحاول، قال لك غادي نصيفط لك هذيك الشركه ديال الادويه، غادير واحد شويه ديال الادويه هنايا وغنشوف مع الشركه ديال اللطافه باش الا تهز الازمات. وحنا راه باقيين تنتسناو. الطلب ديالي هي تجي مقاطعه مر السلطان تجي تحيد هذا الشيء وداوي داول لهذا البق هذا، وتشوف لهذ المشاكل ديال القوات، وتشوف لهذ المشكل ديال الزفت، بان الساكنه هذه راه تعيش بواحد الحاله لا يرتالوها. هذه المده هذا تولى في هذا المجلس الجديد، اما المجلس القديم ما كانش هذه الحاله هذه. كنا تنتصلوا بالرئيس الاول اللي كان حاليا، كنا تنتصلوا به كتحيد، كنا تنعيطوا ليه تنقول له اللي وقع تيجيو تيقضيو الغرض. ملي ما ولى هذا المجلس هذا راه شي تيتراوغ على شي تيلحق لشي، وبالاخص هذا الرئيس هذا راه ما عرف لا ماله شنو المشكل اللي عنده مع حي بوجدور. وهذا حي بوجدور هو اللي كاع قاعدو، باش فرك في هذاك الكرسي ونسى هذا حي بوجدور. هو قال لك حي بوجدور ما عندوش في الخريطه، هو بالنسبه لحي بوجدور ما كاينش في الخريطه، وبالنسبه لهاد التجار تما راه غادي يدير واحد الوقفه ان شاء الله بعد قليل، هاد الايامات ان شاء الله غادي يدير واحد الوقفه، والساكنه هي اللي غادي دير واحد الوقفه. راه اصلا كانوا الساكنه غادي يتبعوا مع الزوج باش غادي يمشيو للمقاطعه يحيحوا، ملي جيتوا انتم دابا حنا راه غادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للساكنه هنا يعني كاين تضييق في السيركيلاسيون، وكاين المسائل في الازبال. دابا بالنسبه لحال الكاميوات اللي هما كبار ما يقدروش يدخلوا هنا بسبب التضييق اللي كاين في الازقه. اما بالنسبه للازبال، هذه الازبال من نهار تقريبا
تقريبا من 2010 وهي هذه الازبال كاينه هنا، ما محيداش ما كتحيدش كاع، الا بعد المسائل اللي هي نعم المنتخبين راه يمرون صباح مساء على هذا، على هذا الشيء وكيشوفوه بعين المكان، لان المنتخبون راه ابناء المنطقه كيشوفوا هذا الشيء ماشي ما كيشوفوش، ولكن هذا الشيء راه ما عمرو تحيد، هذا الشيء راه دائما هانت والمسائل هي على مرمى الجميع، على مرأة الجميع، كل اللي داز كيشوف داك الشيء. الميساج ديالنا حنا كنطلبوا من المسؤولين يعني يشوفوا بعين الاعتبار هذا الشيء، ما خصوش يكون نهائيا، وحنا ان شاء الله مقبلين على كاس افريقيا وكاس العالم، وعيب وعار يكون هذا الشيء، عيب وعار. حنا لا ارضى للمغرب يكون لا ارضى للدوله المغربيه تكون في هذا المستوى هذا. نعم عانينا كثير من هذه المشكله، يعني بزاف ماشي عشويه. الناس اللي عندهم درايه بالامر يشوفوا بعين الاعتبار وينقوا هذا الدروبه ان شاء الله باش يكون ذاك الشيء في المستوى اللائق والمطلوب. السلام عليكم اخويا، حنا كنعانيو من هذه الازبال وهذه الوسخه هنا. دابا حيب وجدور راه حيراقي دابا، ولا ما بقاش بحال ذاك الشيء اللي كان. دابا اعاده الهيكله وهاد السكان مساكن راه مضرورين، اكثريه هاد الناس هادو اللي هنا مضرورين من هاد الازبال هادي. حنا بغينا دابا بغينا نديرو يد في يد باش نتعاونوا باش نحيدوا هاد الشيء، نتعاونوا معاهم يجوا. حنا دابا كيديروا المشكل بان الناس ما كيلقاوش منين يدخلوا، يجوا في الليله تكون الدنيا خاويه بحال نهار الجمعه وهادي، يجي يحيدوا هاد الشيء. هادشي اللي كنطلبوا منهم، شي حاجه اخرى راه ما حنا معاون مساهمين معاهم، معاونين حنا ولاد الدرب القدام وداك الشيء، كلشي كنتعاونوا على هاد الازبال هادي. حنا بروسنا كنحيدوا هاد الشيء وكنقادوا، وكيجي الكاميو وكنوقفوا معاه كلشي. الناس دابا هاد التجار الجداد دابا حنت ما عندهم، دابا كيسالوا صافي كيمشيو بحالهم. حنا دابا الناس اللي ساكنين هنا حنا اللي مضرورين، حنا دابا اللي كنوقفوا وكنجريو وكنجاريو، ولكن الشتاء كاين الامطار كاين بزاف الحوايج. حنا دابا كنطلبوا غير الناس المسؤولين نتعاونوا معاهم ويتعاونوا معنا باش نحيدوا هادشي، هادشي اللي كاين. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.